يا قويا ليس في طبعه عنف، ووديعا ليس في ذاته ضعف، يا حكيما أدب الناس وفي زجره حب وفي صوته عطف، لك أسلوب نزيه طاهر ولسان أبيض الألفاظ عفو. ده كان حبيب جرجس. الوديع هو إنسان هادئ، هادئ في كل شيء، هادئ في طباعه، هادئ في أعصابه، هادئ في ملامحه، هادئ في حركاته، هادئ في ألفاظه، في كلامه، هادئ في قلبه في الداخل، وهادئ في معاملاته في الخارج. هادئ لا عن ضعف وإنما عن لطف.